فتح عضلات فيديو جديد. النهارده هجرب لكم اخطر سحور في مصر. النهارده هجرب لكم يا جماعه السحور اللي هو بتاع بيج بيتزا. هم بيعملوا سحور عباره عن مكونات كتير كده، هم مسمينه اخطر سحور في مصر. يعني حتى في الصفحه عندهم كاتبين ايه، عوده اخطر سحور في مصر. فانا قلت طب حلو قوي، نجيب بقى السحور ده ونشوف هل فعلا يستاهل ولا لا. انا اللي عجبني فيه ان هو اصناف كتير قوي، بس عايز بقى ايه اجربه فعليا عشان اشوف هل فعلا يستحق ولا. قبل ما تنساش تعمل لايك، اشترك في القناه مش مشترك. بيج بيتزا ده كنت جربته لكم قبل كده، جربت انواع كتير من البيتزا واللي هو بيعمل النص بيتزا والحاجات دي وكده. النهارده بقى بجرب لكم السحور، ودي اول مره على فكره اعمل فيديو سحور. بصوا يا جماعه، هو في عندهم نوعين من السحور، تمام؟ السحور الاولاني عباره عن ايه؟ بيض تركي، فول بالسجق والموتزاريلا، جبنه بالطماطم، عيش معمول من عجينه البيتزا، بيض اومليت، عسل وطحينه، بطاطس، فاكهه، زبادي، تمام؟ شوفوا في مكونات قد ايه، بكام بقى؟ ب 225. قالوا لي بقى في واحد تاني نفس الحاجات دي بالظبط، بس بيزيد عليه ميكس جبن. الميكس جبن ده عباره عن جبنه افانتي وجبنه شيدر ولانشون حلواني، بكام بقى؟ ب 270. قمت انا جبت اللي ب 270، تمام؟ وفي التوصيل دفعت 20 جنيه، قالوا لي هيوصل في خلال نص او ثلاث اربع ساعه، هو وصل في ساعه، يعني اوكي شغال يعني. تعالوا بقى نجرب ونشوف هل الموضوع يستحق ولا لا، هل الموضوع يستحق المسمى اللي هم كاتبينه ده ولا لا؟ اول حاجه نفتح علبه البيتزا دي. اوه بصوا انواع كتير من العيش، في عيش فينو عادي، وفي عيش السياح الصغير ده، وفي عيش معمول من عجينه البيتزا فعلا كاني بيتزتين صغيرين ومتقطعين، يعني في 8 ارباع. اوف في ايه؟ لا حلو قوي وطري بقى، وصوصوا عليه سمسم ابيض واسود يا جماعه، يعني عيش جامد قوي. وبصوا من ورا عامل ازاي متحمر كده، تحميره لذيذه جميل، وبيتفتح بسهوله دي، يعني ممكن يتفتح بسهوله ويتحشى من كتر الحاجات اللي في الواحد بيبقى تايه يعني. ده ايه بقى؟ طيب في دوت، اوه ده البطاطس، واو طبق بطاطس جميل جدا اهو. في طبق تاني اهو، نشوف كده ده ايه. الله ده بطاطس تاني، ايه الحكايه؟ طبقين بطاطس. هو اصلا السحور ده الفردين، حتى في الريسيت كان مكتوب وجبه سحور فردين، تمام. دوت بقى يا جماعه، ده بقى الميكس جبن، ده الزياده اللي فيها عن ام 225. بصوا يا جماعه في ثلاث حاجات فعلا اهو، بس ده لانشون حلواني عادي مش لحمه، هم ما قالوش لحمه اصلا، هم قالوا لانشون حلواني، فده لانشون حلواني ساده. اوكي فيها هتلاقوا نوعين من الجبن تحت اهو، البرتقاني قوي دي الافانتي، والصفرة دي الشيدر، تمام. الجبنه اللي بالطماطم اهي يا جماعه. في كمان ده العسل والطحينه، واو ايه ده حاطين العسل والطحينه مش مقلبينهم مع بعض يعني. بصوا هي متقسمه نصين، ممكن اوريها لكم من هنا بس عشان ما تتكبش. طبعا في حاطين شوك سودا. نشوف بقى الشنطه الثانيه، وبعد كده نشوف الحاجات كامله ولا لا. البيض التركي، ايه ده؟ في حاجتين كبار كده هنا، بس في حاجات كتير كده، ف الموضوع يعني صعب قوي. ده الفول اللي بالسجق والموتزاريلا، وسخن على فكره وبيطلع بخار، فول بالسجق والموتزاريلا. طيب وفي ايه تاني؟ شكله جامد، ده البيض الاومليت يا جماعه. في المفروض كمان فاكهه، هم قالوا لي الفاكهه مستين اهم، فعلا مستين حلوين يعني، يعتبروا حجمهم كبار يعني. في زبادي، قالوا لي زبادي جهينه، في زبديتين اهم، زبديتين 75 جرام كل واحده. المكونات تمام كامله. تعالوا بقى نجرب يا جماعه الحاجات الحلوه دي كلها. بصوا يا جماعه كم صنف في السحور، بطاطس وجبنه بالطماطم وعسل وطحينه وفول بالسجق والموتزاريلا وبيض اومليت والبيض التركي والميكس جبن اهوت والزبادي والعيش. بصوا العيش المعمول بعجينه البيتزا ده لوحده حكايه، وطري جدا وبيتحشى بسهوله، يعني اصناف كتير. انا عايز ابدا بالحاجات السخنه قبل ما تبرد، يعني العيش البيتزا ده هاكل بالفول.
ولو اني ده الفول ايه ده احسن كده. ايه ده يا جماعه، تخيل فول بالسجق وعليه وش موتزاريلا، يعني ايه ده يا جماعه، وسخن بجد. الفول طعمه ايه ده، فول غريب. تخيل فول بالسجق والموتزاريلا، يعني لا على فكرة طبق كبير مسحور لفردين فعلا مش فرد واحد. عملت سندوتش ابن لذينة. اوف اوف اوف، العيش من عجينة البيتزا ده انا مش عارف اقول ايه. ده كفايه العيش، ده كفايه العيش لوحده رهيب. الفول شديد قوي قوي، جامده فكره، جامده قوي. الفول شديد قوي، بطاطس بطاطس فارم فريتس دي انا مش بحب قوي النوع ده من البطاطس، بس مثلا يعني ايه شغاله. تعالوا بقى نجرب رغيف فينو عادي، نجرب بقى في الجبنه اللي بالطماطم. من كتر الاصناف الواحد محتار. عسل عسل، معرفش معمولة بجبنة ايه، تقريبا ممكن تكون معمولة بجبنة فيتا او حاجة. لا بس حلوة اوي. الميزة ان الطماطم متقطعة حتت صغيرة اوي فجميلة، وحاطين زيت كده عليها، انا شايف زيت كده من برا. حلوة جدا. تعالوا بقى نجرب رغيف من المدور ده، نجرب بالبيض التركي. البيض التركي ده اللي احنا بنسميه البيض القرص، وده البيض التركي. ده يا سلام بقى، كمان لو كانوا يعملوا البيض بالسجق، واو اصل انا بحب قوي يا جماعه البيض اللي بالسجق. بس هو بجد طعم جميل جميل قوي. البيض معمول حلو قوي وملحه مظبوط جدا، تحفة تحفة يعني. بالحقيقة يا جماعة كنت عملت فيديو المتابعين يتحكمون فيا لمدة 24 ساعة، هحطلكوا الفيديو ده في الديسكريبشن او في البطاقات. بجد شوفوا الفيديو ده يا جماعة، فيديو جامد هتتمزجوا منه اوي. انتوا اللي مختارين كل حاجة في الفيديو ده. البيض التركي حكاية، عايز اجرب الاومليت قبل ما يبرد. بص رايح العيش، عيش من عجينة البيتزا. البيض الاومليت دوت هو المفروض يعني ده بيض مسلوق، بيضتين مسلوقين ومفلوقين مفتوحين يعني جوه، معرفش ايه الصوص ده، ايه ده، زي ما يكون فريك بالصلصه. بص يا جماعه هو انا حاولت اتصل بيهم عشان اعرف، بس للاسف الموبايل مقفول، تقريبا ممكن يكونوا شطبوا او حاجه او شبه، الله اعلم يعني. بس عامه لقيت على النت ان في من ضمن طرق عمل البيض الاومليت طريقه بالفريك، فطبعا فاللي انا حاسه يا جماعه ان دي صلصه فريك، اللي هو الفريك عارفين يا جماعه، الفريك اللي هو بيبقى الصلصه مش اللي بيتعمل بالسمنه ده وكده، لا طريقه جميله يعني الصراحه يا جماعه. بص يعني اوف. حاجه ايه ده، لا 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 حاجه
سندوتش بيض اومليت. يا سلام. بيض طبعا للاسف بس مش مشكله بقى، ده هو كان جاي مولع. تخيل بيض مسلوق ومتقطع كده ومتحوط بصلصه فريك، يعني احساس رهيب. بس انا كان عندي اعتقاد قبل كده ان البيض الاومليت بيبقى اللي هو النص سوا، يعني ما بتبقاش البيضه المسلوقه مسلوقه عادي، بتبقى كانها شبه نيه. واضح ان مش شرط، لان هم هنا سالقين البيض حلو، والصفار حتى صفار صفار مش نص سوا. لا بصراحه يعني لا صيعه صيعه، البيض الاومليت ده حكايه. عيش البيتزا ده لوحده يا جماعه مخلي السحور في حته ثانيه خالص، اصل عيش منعش قوي قوي وطري كده ولذيذ. ده بصوا دي، بصوا المسحرات معده اهو. بصوا دي يا جماعه مترشقه مترشقه. بقول لكم ايه، احنا نجرب بقى العسل والطحينه، هما سايبيننا احنا اللي نقلبه يعني. واو بصوا اف العسل دخل على الاومليت. العسل دخل على الاومليت. استنى يا عم راح فين؟ هو انا معلش يا جماعه معلش سؤال بس، هو انا ليه باكل عسل؟ طب ما انا موجود اهو يعني مش فاهم. يعني بس ايه العك ده؟ فول على بيض على عسل على ايه؟ احلى ميزه في الشعور ده يا جماعه ان هو في المثل يقول لك من كل لون يا بطاطا، يعني حاجات كتير. لا بجد العسل حكايه. اخش بقى في الزيادات بقى، طبق ده لوحده بكام؟ مزود على تمن الوجبه 45 جنيه. بس ليه بقى لانشون حلواني ساده؟ ما كنتوا تحطوا بقى لانشون حلواني لحمه. يا سلام، بس انا بعشق الحلواني اللحمه. انا اول مره اساسا اعرف ان في حلواني ساده، انا اعرف ان في حلواني لحمه يا حلواني زيتون. حلواني ساده ده اول مره اشوفه. بس يا حلو يعني عادي. حلواني حلواني. يا لهوي بطني اتنفخت نفخة بنت لذينة. أنا المفروض بجرب سحور مش بجرب وجبة فطار، بجرب سحور. أنا عايز أجرب الجبنة أفانتي، لأن أنا يا جماعة أجرب بس الشيدر الأول. بصوا على الشيدر أهي. بس ما اعرفش ليه الشيدر لما بتبقى كجبنه جبنه طعمها بيبقى مختلف عن الشيدر اللي بيبقى في الهارت اتاك والحاجات دي اللي هو بيتحط على الفرايد تشيكن. بحس انه مختلف، لان دي صفرة، التانية بيبقى الشيدر برتقاني كده. عايز اجرب بقى الجبنه الافانتي لوحدها. انا هذوقها كده. انا شاكك ان ممكن يكون الشيدر اللي بيستخدموه مطاعم الفرايد تشيكن هو الافانتي، يعني ممكن يكون الافانتي ده نوع من انواع الجبنه الشيدر. مش عارف، هبده اخر الليل دي صعبه. مش عارف ده. بس هو لونه افكار، هو بيبقى اللون ده فعلا. الشيدر بتاع الفرايد تشيكن بيبقى اللون ده يا جماعه، وطعمه مقارب فعلا للشيدر اللي بيبقى مع الفرايد تشيكن. انا عندي احساس كبير كبير ده اللي بيسيحوه ويستخدموه مع الفرايد تشيكن. افانتي على شيدر. اتفرجوا على العك بقى، افانتي على شيدر مع بعض. ما هو اسمه ميكس جبن بقى يا جماعه. عادي، ما في بيتزات، في بيتزات بتبقى بيتزات ميكس جبن ويحط لك كل انواع الجبن على بعض، يعني عادي. انا مش عادي يعني، يعني ما يعتبرش بعك اصلا، هو ده الطبيعي. هو اسمها غالبا اسمها ميكس جبن، اسمها ميكس جبن ليه وهي فعلا شن.
افوا ونختم بزبادي بقى. يا لهوي يا جدعان، ده انا عمال اعك يعني، كل اللي انا اكلته ده وهختم بزبادي، ايه ده يا جماعه؟ لا، وزبادي بعدها موز. يعني كانت امهاتنا تقول لنا ايه، ما تاكلش حاجه فيها لبن وبعدها موز، دي مش مستاهله اوريها لكم يعني. زبادي الاومليت، الاومليت بس الزبادي سخنه، كانت عايزه تحط في الثلاجه شويه. مش كانوا امهاتنا يقولوا لنا ما تاكلوش بيض وبعديه زبادي، وما تاكلوش زبادي وبعديه موز؟ تخيل انا باكل بيض ومعاه زبادي ومعاه موز، يعني مش بعديه حتى بفتره، كله مع بعضه يعني. الله ينور يعني، ليفل عالي قوي من العك. انا ناقص بعد ده اكل سمك ويبقى انا كده ختمتها بقى. موز بقى نديها موز. مش عارف طب ازاي. ماشي يا جدعان، انتوا شايفينه، اما نشوف كده الموزة. انا ناقص اوريلكوا الموزة يعني، موزة موزة يا جماعة يعني، هي دي بتتورى موزة موزة يا جماعة، موزة موزة عادي يعني، موزة. انا في حاجة هتجنني، بشوف ناس قالها الموزة حلوة ومسكرة على فكرة. بشوف ناس بيحطوا الموز في العيش، ايه ده؟ انت ايه يا اخي؟ بتاكلوا الموز في العيش ازاي؟ ازاي يعني؟ ايه ايه ازاي؟ يا جماعه ما تجنونيش يا جماعه، موز ايه اللي ازاي؟ لا بجد يعني يا جماعة، سحور عظمة على عظمة يعني، يستاهل فعلا ان يتقال عليه اخطر سحور في مصر. اصناف كتير، حاجات الحاجات كلها مظبوطة، الحاجة جميل. لا سحور جميل فعلا، الحاجة كانت سخنة، الملح مظبوط بجد. لا 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 سحور جامد قوي. بس نقطة السعر، انتوا من وجهة نظركم هل شايفين ان السعر كمان يعتبر حلو ومتناسب مع السحور ده، ولا يعتبر السعر غالي؟ دي حاجة بقى انتوا تشاركوني فيها. لكن لو لقيت بجد يا جماعة دعم جامد جامد على الفيديو ده وتشيروا بقى لاصحابكم، هعمل لكم فيديوهات سحور تاني. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، متنساش باللايك، تاني فيديو جديد.